السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنختم شغلنا في شابتر التي ام جي. الشابتر البسيط وسهل جدا، بس لو ركزتوا يا شباب هتلاقوا ان الشابتر مهم جدا جدا جدا، لان فيه يا شباب كميه كلينيكال كونسيدريشن مهمه جدا جدا بنقابلها في العياده، وبرضه لازم نعرف الاناتومي بتاع التي ام جي اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت. وان شاء الله يا شباب بعد الانترو هنمسح بعض التفاصيل اللي هنا وهنعمل الهيستولوجي بتاع هذا التي ام جي، يعني هنطلع جميع التفاصيل اللي موجوده هنا، سواء كومباكت بون او كانسيلس بون او حتى الفايبرز اللي موجوده، ولو في كارتريدج موجوده بنشوفها موجوده فين بالظبط، حتى الديسك هنعرف الهيستولوجي بتاعه. فكل الكلام ده يا شباب مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرفه. اوكي، بعد كده هنتكلم عن الكلينيكال كونسيدريشن. يبقى فيديو النهارده يا شباب عباره عن هيستولوجي بتاع هذا التي ام جي، وعباره عن الكلينيكال كونسيدريشن، واللي قلت لكم مسبقا ان هي مهمه جدا 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 هنا. بعد كده يا شباب في الاخر خالص عندنا سطرين ديفلوبمنت، وبعدها عندنا سطرين هنعرف النيرفس اللي بتغذي التي ام جي، وهنعرف الارتري اللي بيغذي هذا التي ام جي، وفي الاخر خالص يا شباب هنتكلم كده برضو سطرين عن الموفمنتس. يبقى دلوقتي الموضوع الاساسي في فيديو النهارده هو الهيستولوجي، وبعدها الكلينيكال كونسيدريشن، والباقي مجرد كده الحلو اللي بعد الاكل. يلا يا شباب عشان ما نضيعش وقت اشوفكم بعد الانترو. يلا بينا يا دكاتره عشان نتكلم عن الهيستولوجي بتاع التي ام جي. اول حاجه هنبدا بيها هي البونز بتاعت هذا جوينت. البونز دي يا شباب عباره عن ايه؟ اول حاجه وهي دي عباره عن ايه؟ عباره عن المانديبولر او الجلينويد فصه. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الايمننس، الارتيكولار ايمننس. والثالثه يا شباب هي هذا الكوندايل. هنبدا الاول كلامنا بالجلينويد فصه والارتيكولار ايمننس. ولو خدت بالكم انا عملت الهيستولوجي بتاعها، تعالوا يلا عشان نتكلم عن الهيستولوجي بتاع هذه الجلينويد فصه والارتيكولار ايمننس. يلا يا شباب ركزوا معايا. اول حاجه معانا احنا شايفين قدامنا، انا شايف هنا يا شباب اللي هو المدور ده، الرينجز اللي حوالين بعضها معروف طبعا من شابتر البون لو تفتكروا، ده عباره عن كومباكت بون. تمام، ده كومباكت بون. طب ده يا شباب عباره عن ايه؟ ده عباره عن كانسيلس بون. يبقى دلوقتي انا شايفه قدامي لما اجي اتكلم عن الهيستولوجي بتاع الارتيكولار امينس وهذه الجلينويد فصه، بقول يا شباب ان بيكون في سين لاير اوف الكومباكت بون، اهو موجود سين لاير اوف الكومباكت بون سواء هنا او هنا. وبرده يا شباب لما اجي اركز اكتر هلاقي ان في كانسيلس بون موجود فين بالظبط؟ الكانسيلس بون ده موجود هنا عند الارتيكولار امينس. يبقى دلوقتي خلينا نفصل، هاجي اكلمكم عن الهيستولوجي بتاع هذه الارتيكولار امينس. هقول ايه؟ هقول يا شباب ان بيكون في كانسيلس بون، هذه الكانسيلس بون كفرد باي، مغطاه ب سين لاير اوف الكومباكت بون. ولما اجي اتكلم عن الهيستولوجي او البونز اللي موجوده جوه هذه الجلينويد فصه، هقول ايه يا شباب؟ هقول ان هي بتتكون من سين لاير اوف الكومباكت بون. واضح الكلام؟ تمام، واضح، ومن خلال الرسمه موضحه لي كل حاجه. دلوقتي عرفنا كومباكت بون، طب ايه اللي موجود يا شباب من ناحيه بره للكومباكت بون ده؟ ده ايه؟ ده يا شباب عباره عن حاجه بنسميها فايبرو كارتريدج. فايبرو ايه؟ فايبرو كارتريدج. يعني ايه فايبرو كارتريدج؟ ركزوا معايا يا شباب، هنا موجود فايبر بلاست اللي هو بالاسود ده، ده عباره عن فايبرو بلاست. تمام، واللي بالازرق ده عباره عن كوندروسايت. يبقى الاسود ده عباره عن فايبرو بلاست، والازرق ده عباره عن كوندروسايت. كوندروسايت يعني يا شباب كارتليج، ودي فايبر بلاست يعني فايبرز. لما اجي اجمعهم الاثنين على بعض يعني فايبرو كارتليج. اوكي، يبقى دلوقتي يا شباب الجزء ده عباره عن فايبرو كارتليج اللي انتم شايفينه ده، من اول هنا لحد هنا. لما نيجي نبص يا شباب هنلاقي ان هو بيكون سن فين بالظبط؟ سن عند الجلونويد فصه، هيوصل عند الارتيكولار امينس. ايه اللي هيحصل للسكنس بتاعه؟ السكنس بتاعه يا شباب هنا زاد، صح؟ يبقى هنا سن، هنا السكنس بتاعه زاد. تمام، ده بالنسبه للسكنس بتاعه عرفناها. طب هو بيتكون من ايه يا شباب؟ هو بيتكون من سوبرفيشال لير وديب لير، وموجود كده ما بينهم ميدل لير. اول حاجه بالنسبه لي السوبرفيشال لير اللي هو الاحمر ده يا شباب بيتكون من فايبرز، الفايبرز بتاعته بتكون موازيه للسيرفس. اما يا شباب الديب لاير بيتكون من فايبرز بتكون بيربنديكولار على السيرفس اهي. يبقى دلوقتي يا شباب هو شكله عامل كده، هاجي ابص للسوبرفيشال لاير بتاعه هلاقي الفايبرز بتاعته موازيه للسيرفس، اما الديب لاير بتكون يا شباب عموديه على السيرفس. وموجود ما بينهم يا شباب ترانزيشنال زون اهو اللي هو الميدل لاير، ده عباره عن ترانزيشنال زون، ده الشكل اللي موجود معانا. طب دلوقتي تعالى كلمني عن الخلايا اللي بتكون موجوده. احنا عرفنا يا شباب ان بيكون موجود عندنا نوعين من الخلايا، اما فايبروبلاست واما كوندروسايت. الفايبروبلاست يا شباب بيكون موجود فين؟ هو موجود جوه كل هذه اللاير او جوه الشكل ده كله، ولكن يا شباب بيكون موجود اكتر عند السيرفس. يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك السيرفس بتاع هذا الفايبرو كارتريدج بيكون من ايه او بيكون فيه اي نوع من الخلايا، هتقوم قايل لي على طول فايبرو بلاست. يبقى هو ده السيرفس، بيكون عباره عن او فيه ايه؟ بيكون فيه فيلات
فايبروبلاست، اوكي تمام، اللي هو الاسود اللي انتم شايفينه ده. هل بيكون هنا كوندروسايت؟ لا يا شباب، عند السيرفيس لا يوجد كوندروسايت، لا يوجد كوندروسايت، تمام. طب الكوندروسايت اللي بيكون موجوده، بيكون موجوده فين باكتريه؟ بيكون موجوده يا شباب باكتريه عند منطقه الارتيكولار ايمينس، اهي يا شباب، نقطتين نقطتين نقطتين، يعني يا شباب بتكون موجوده في ايزوليتد جروبز، يعني جروبات متباعده عن بعضهم شويه، فهمتوا الفكره؟ ده يعتبر كل حاجه بالنسبه للهيستولوجي بتاع هذه الجلينويد فوسطه وبتاع هذه الارتيكولار ايمينس. عرفنا حوار البون اللي موجود، عرفنا حوار بتاع الفايبروكارتج، اوكي. يبقى دلوقتي يا شباب الجلينويد فوسطه and the articular eminence بيكونوا من ايه؟ دول يا شباب بيكونوا من حاجتين، بون وفايبرو كارتج. وعرفنا تقسيمه البون وعرفنا كل ما يتعلق بالفايبرو كارتج، اوكي يا دكاتره. تعالوا يلا عشان نتكلم عن اللي بعدها، مين اللي بعدها؟ وهي الكوندايل. يلا يا شباب، ده المنظر الموجود معانا بالنسبه للهيستولوجي بتاع هذا الكوندايل. ده الكوندايل يا شباب من اول الازرق ده اهو لحد هنا، اوكي. ده الهيد بتاعت الكوندايل، وده يعتبر النك بتاعت الكوندايل. ركزوا معايا، احنا قلنا هنا يا شباب ان الجلينويد فوسا والارتيكولار ايمينس بيكونوا من تو لايرز، بون وفايبرو كارتليج. اما هنا يا شباب بالنسبه للكوندايل احنا هنقول ثلاثه لايرز. اول حاجه وهي البون اللي هي موجوده تحت دي، اللي فوقها يا شباب يعتبر لاير من الكارتليج، وهنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل. والتالت حاجه يا شباب وهي الفايبرس كفرنج. ركزوا معايا، هنبدا الاول كلامنا بالبون بتاع الكوندايل. الكوندايل يا شباب البون بتاعه عباره عن زي ما انتم شايفين كده كانسيلس بون. هذا الكانسيلس بون بيكون مغطى بسن لاير من الكومباكت بون. الرسم بتوضح كل حاجه. هنا ترابيكولاي، هذه ترابيكولاي مالها؟ بتكون مغطاه بسن لاير من مين؟ من الكومباكت بون، زي ما احنا شايفين كده، تمام. معروف طبعا يا شباب ودرسناها قبل كده في شابتر البون ان البون ترابيكولاي ويز ايدج باي ايدج مع العمر. ايه اللي بيحصل لها؟ البون ترابيكولاي يا شباب مع العمر بيحصل ان هي بتكبر، تمام. فبالتالي يوجد علاقه عكسيه ما بينها هي والبون مارو. لما تزيد هذه البون ترابيكولاي، ايه اللي بيحصل للبون مارو؟ البون مارو يا شباب ويز ايدج، نتيجه لان هذه الترابيكولاي بتكبر في الحجم البون مارو بيقل، اوكي. دي معلومه احنا عارفينها من شابتر البون، وبرده يا شباب عارفين معلومه من شابتر البون ان برده باي ايدج هذا بون مارو بيتحول من ريد مارو الى يلو. دي برضو معلومة احنا عارفينها ان هذا بومارو مع الوقت يا شباب بيقل. تاني معلومة عنه ان هو بيتحول من ريد بومارو الى ييلو، وده المنظر اللي احنا عارفينه. وبكده يا شباب اكون اتكلمت عن كل ما يتعلق بالبون. تاني حاجة يا شباب وهي الكارتليج اللي احنا شايفينه يا شباب هنا، ده عبارة عن هايلاين كارتليج اللي هو بالازرق ده. ده عباره يا شباب عن ايه؟ ده عباره عن الهايلاين كارتريدج واللي انتوا درستوه في ماده الجنرال هيستولوجي بتفصيل. فاكرينه يا شباب؟ ده الهايلاين كارتريدج موجود فين بالظبط؟ موجود تحت الفايبرس كفرنج اهو. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفايبرس كفرنج اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو الجزء ده. مين اللي موجود تحت الجزء ده؟ اللي هو يا شباب الهايلاين كارتريدج، تمام. حد بقى فاكر الجزئيه بتاعت الامبريولوجي اللي احنا كنا بنقول فيها ان في حاجه اسمها برايمري كارتريدج وفي حاجه اسمها يا شباب سكندري كارتريدجز؟ والسكندري كارتريدجز ده يا شباب واللي احنا درسناه بالتفصيل من ضمنها السيمفيزيا الكارتريج ومن ضمنها يا شباب هنا الكوندايلر كارتريج. ما هو ده يا شباب؟ ده عباره عن الكوندايلر كارتريج. ولو تفتكروا كان بيوصل لحد عمر كام، او كان بيفضل موجود لحد عمر كام؟ لحد عمر 20 سنه اهو يا شباب، لحد عمر 20 سنه. ليه؟ لانه يعمل كاوستيفيكيشن سنتر، يعمل كاوستيفيكيشن سنتر. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني في المنطقه ديت يحدث جروس للكوندايل او للماندبول بشكل عام. فاكرين يا شباب الجزئيه دي واللي درسناها بشكل تفصيلي في ماده الامبريولوجي واتكلمنا عنها برضو في الجزئيه بتاعه الماندبول، فيديو الماندبول اللي هو كان في حدود ساعه و8 دقائق. حد فاكر يا شباب؟ كنا اتكلمنا ساعتها عن الجزئيه بتاعه البرايمري كارتليج واتكلمنا عن السكندري كارتليجز، ودي منهم يا شباب بتفضل لحد عمر 20 سنه عشان تعمل كاوستيفيكيشن سنتر، او لها مصطلح ثاني يا شباب وهو جروس سنتر. وخليها جروس سنتر احسن، اللي هو المصطلح اللي انتم عارفينه. يبقى دلوقتي هذه الكارتريدجز تعمل كجروس سنتر عشان يحدث جروس للماندبل او للكوندايل في المنطقه دي. يعني يا شباب هنا يحدث جروس، يعني هتمه المنطقه دي، هتمه، تمام. يعني هيكون هنا بون، من عشان كده قلت لكم اوستيفيكيشن سنتر. من عشان كده نوع
الاوسيفيكيشن اللي بيحصل هنا هل هو يا شباب انترمبرينس؟ لا طبعا، ده يا شباب بيكون اندوكوندرال. احنا عارفين نوع الاوسيفيكيشن او الكالسيفيكيشن اللي بيحصل بيكون حاجه من الاثنين، اما اندوكوندرال واما يا شباب انترمبرينس. هل ده انترمبرينس؟ لا، هو اندوكوندرال، لانه اعطاني كارتلج الاول، اهو اعطاني كارتلج الاول وبعد كده يا شباب اتحول الى بون. دي الجزئيه بتاعه الكارتلج، واظن الموضوع سهل وبسيط جدا. بعد كده يا شباب بالنسبه للفايبرس كفرنج، بالنسبه يا شباب للفايبرس كفرنج زي ما احنا شايفين كده، هو عباره عن ايه هنا اللي هو بالاسود ده، ده عباره عن undifferentiated mesenchymal cells، عشان لو في اي خلايا ماتت اي مشكله حصلت هذه undifferentiated mesenchymal cells هتعوضها. تمام تمام، موجود هنا ايه يا شباب؟ موجود هنا كولاجين فايبرز اهو، موجود هنا الاستيك فايبرز اهو، موجود هنا يا شباب برضو فايبر بلاست. يبقى هنا موجود يا شباب كل حاجه اللي انتوا عايزينه موجود، فايبر بلاست، كولاجين فايبرز، الاستيك فايبرز، موجود هنا يا شباب الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. طبعا احنا عارفين ان هذه الفايبرز كفرنج هي تعد السوبرفيشال لاير من هذا الكوندايل. تمام، هي تعد السوبرفيشال لاير، دي تعد السوبرفيشال لاير من الكوندايل. تمام، برضو يا شباب على السيرفس او على السوبرفيشال بارت من هذه الفايبرز كفرنج موجود ايه؟ موجود حاجه يا شباب اللي هو الازرق اللي انا عامله ده، شايفين الازرق ده؟ لاحظتوا ان في حاجه غريبه؟ الازرق ده يا شباب ليه مصطلح خاص بيه، بنسميه لامينا اسبلندن. تاني كده، بنسميها يا شباب لامينا اسبلندن. هي تعد ايه؟ هي تعد السيرفس بتاع هذه الفايبرز كفرنج. شكلها عامل ازاي يا شباب؟ شكلها عامل كده، ولكن هتلاقوا من الجزء الديب منها بيكون الريجولار، اما السيرفس بتاعها بيكون سموس اهو. يبقى الديب بارت بتاعها بيكون ريجولار، اما السيرفس بتاعها شويه زي ما انتم شايفين كده بيكون سموث. ده المنظر بتاع اللامينا اسبلندن. يبقى دلوقتي ريجولار اللي هي اللي تحت الجزء التحتاني، اما الجزء اللي فوق بيكون سموث اهو، وده اللي واضح على الرسمه. طب دي السمك بتاعها قد ايه؟ ده هي يا شباب عباره عن سين لير، لير رفيع جدا جدا جدا، يقدر السمك بتاعه من 1 الى 2 مايكرو، حاجه بسيطه جدا لا تذكر. فهمنا الفكره يا شباب؟ كده عرفنا الثلاثه ليرز بتاعت الكوندايل، وعرفنا قبلها كل ما يتعلق بالجلينويد فصة والارتيكولار امينينس. اوكي، كده خلصنا من دي، خلصنا من دي، وخلصنا من دي. باقي ايه يا شباب نتكلم عنه؟ باقي الديسك اللي هو الاحمر ده، تمام، وباقي كمان يا شباب الكبسول اللي هو بيغطيهم، وباقي كمان يا شباب ما يتعلق بالفصه نفسها. يعني ايه الفصه نفسها؟ يعني هنتكلم عن السينوفيال ميمبرين وهنتكلم عن السينوفيال فلويد. يلا يا شباب عشان ما نضيعش وقت، يلا عشان نتكلم عن الديسك. يلا دكاتره عشان نتكلم عن الديسك، ركزوا معايا، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. الديسك ده بيكون فيه ايه؟ الديسك ده يا شباب بيكون فيه فايبرز، وبيكون فيه سيلز، وبرده يا شباب بيكون فيه بلاد فيزلز وانرفيشن. النرفيشن اللي هو النيرف يعني. ركزوا معايا يا شباب، هنبدا الاول كلامنا بالبلاد فيسلز والنرفيشن. ليه؟ لان هي بسيطه وسهله، واحده واحده. لو موجود هنا يا شباب في النص كده عند منطقه ان الكوندايل بيخبط في الديسك، المنطقه يا شباب اللي فيها الكوندايل بيخبط في الديسك، هل تتوقع ان في المنطقه دي او في السنترال بارت ده هيكون فيه بلاد فيسلز؟ مستحيل. هيكون فيه نرفيشن؟ مستحيل. يبقى دلوقتي لما اجي اتكلم عن البلاد فيسلز والنرفيشن هقسمها لجزئين، سنترال بارت هنا نو اند نو، مفيش ولا بلاد فيزلز ولا في انرفيشن. اما شاف البريفرال بارت فطبعا هيكون في بلاد فيزلز وهيكون في انرفيشن، وخصوصا يا شباب بوستيريولي، يعني في المنطقه دي. يعني يا شباب هنلاقي هنا بلاد فيزل وهنلاقي هنا نرف بيغذي هذا الديسك. احنا عارفين ان المنطقه دي بنسميها الريترو ديسكال باد. في المنطقه دي يا شباب بالظبط بنلاقي فيها ان الانرفيشن والبلاد فيزلز، يعني المنطقه دي بيكون يا شباب سوفاسكيولر، بيكون فيها انرفيشن كتير، بتكون انرفيتد. اوكي، عرفنا النقطه بتاعت البلاد فيزلز والانرفيشن. تمام، بعد كده يا شباب بالنسبه للسيلز، السيلز اللي موجوده معانا كالعاده اما فايبر بلاست واما كوندروسايت. تمام، كلمني كده عن السيلز. احنا عندنا في السيلز اما يكون حاجه من الاثنين، اما فايبر بلاست واما يا شباب مين، واما الكوندروسايت. الكوندروسايت يا شباب من الاخر بتظهر مع العمر، تمام، يعني في الاعمار المتاخره. ليه؟ كوندروسايت يعني هتخلي الديسك ده مور ريزيلينت. يعني ايه مور ريزيلينت؟ يعني ايه يا شباب مصطلح ان الكوندروسايت ده بيعطي لهذا الديسك، بيعطي ايه؟ بيعطي ريزيلينس. يعني ايه مصطلح ريزيلينس ده؟ يعني يا شباب الديسك هيجمد شويه مع العمر. لما الشخص ده مثلا يكبر شويه هتلاقي ان الديسك ده جمد شويه. يعني حتى لو فكرت فيها، هذا الديسك كان فايبرز قوي، الفايبرز هي اللي كتيره فيه، موجود فيه فايبر بلاست. هنتكلم دلوقتي عن الفايبرز اللي موجوده فيه، سواء الكولاجين او حتى الالاستيك.
يعني هذا الديسك بيكون فيه كولاجين فايبرز، بيكون فيه الاستيك فايبرز، بيكون فيه يا شباب فايبروبلاست، تمام؟ يعني هو الطابع الغالب عليه يا شباب هو الفايبرز، تمام؟ مع العمر بقى لما الشخص ده يكبر في السن هنلاقي اللي بيكون موجود هيتواجد هنا يا شباب بعض الكوندروسايت عشان تعطي بعض الريزيلينس. فهمنا الفكره؟ تمام. ده بالنسبه لي كوندروسايت. اما بالنسبه يا شباب للفايبر بلاست هنقول ان حدث لها الونجيشن عن الكلام اللي احنا درسناه هنا جوه الكوندايل، يبقى الونجيتد طويله وبتعطي يا شباب بعض البروسيسز بالشكل ده، يبقى هي الونجيتد وبتعطي بعض ايه؟ بتعطي بعض البروسيسز. يبقى هنا يا شباب بنلاقي بلاست فيسلز اهو، وبنلاقي هنا يا شباب انرفيشن، تمام؟ نفس الفكره هنا بلاست فيسلز وانرفيشن. هنا يا شباب بيكون موجود مين؟ هنا بيكون موجود هذه الفايبرو بلاست. ولما الشخص ده يكبر في السن شويه يا شباب ايه اللي هيكون؟ هيكون موجود الكوندروسايت. بعد كده تعالى كلمني عن الفايبرز. الفايبرز اللي موجوده يا شباب اما كولاجين فايبرز زي ما انا عامل كده، واما الاليستيك فايبرز. الاليستيك فايبرز يا شباب بيكونوا مش كتير شويه، فاحنا بنقول موجود سم الاليستيك فايبرز. اما بالنسبه لكولاجين فايبرز فالنوع اللي موجود معانا هو كولاجين تايب 1. هذا كولاجين تايب 1 يا شباب بيكون الرينج لوزلي. يعني ايه الرينج لوزلي يا شباب؟ يعني مش كثيف، يعني الفايبرز هنا برده مش كتير. كولاجين فايبر تايب 1 مش كتير، بيكون الرينج لوزلي، تمام يا شباب؟ تمام. وفي البارتس بتاعته يا شباب بتكون ايه؟ هنا بيكون عشوائي كده، وهنا بيكون عشوائي، اما في النص هنا يا شباب بيكون منتظم، بيكون ريجولر، اما هنا بيكون عشوائي زي ما انتم شايفين كده اهو، عشوائي ملوش كتالوج معين. اما في السنترال بارت بتاعه بيكون يا شباب ماله؟ بيكون ريجولر زي ما انتم شايفين كده. اوكي يا شباب تمام، انا كده اتكلمت عن كل حاجه متعلقه بالهيستولوجي بتاع هذا الديسك. يبقى كده انا خلصت يعتبر كل حاجه، ما عادش غير الكبسول وما عادش غير النقطه بتاعت الساينوفيال ممبرين والساينوفيال فلويد. وبالنسبه يا شباب للنقطه بتاعه الكبسول، فاحنا عارفين من المره اللي فاتت ان الكبسول لازم بيغطي الجزئيه بتاعه التي ام جي دي. يعني لو شلت الكبسول بشوف الشكل ده، طب لو حطيت الكبسول ما بشوفش اي حاجه من الكلام ده. تمام. دلوقتي انا شلت الكبسول، شفت الكلام ده، حطيت الكبسول، فانا عايز اتكلم عن الكبسول يا شباب. الكبسول ده بيكون بيغطي تي ام جي من بره وبيغطيه من جوه. الجزء اللي بره يا شباب لو تفتكروا من المره اللي فاتت كنت بقولت ان هو بيحدث له زياده في السمك عشان يكون ما يسمى بالتمبرو مانديبولار ليجامنت، تمام؟ طب لما اجي اتكلم يا شباب عن الكبسولار ليجامنت، الكبسولار ليجامنت يا شباب بيتكون من تو لايرز، اوتر فايبرس لاير، واللي عايزكم تعرفوه عنه يا شباب ان هو بيكون فايبرس، والتاني يا شباب بنسميه انر ساينوفيال لاير. ليه بنسميه انر ساينوفيال لاير؟ لان يا شباب بيكون فيه الساينوفيال ممبرين، فبطبيعة الحال هذا اللاير هيكون فاسكولر، يعني فيه بلاد فيزلز. دي أول حاجة بيكون فاسكولر. تاني حاجة يا شباب إن هو بيكون فيه فولدز، بيكون فيه فيلاي موجودة ناحية الجوينت كافيتي. يبقى الوقت يا شباب بيكون شكله مثلا عامل كده، وهذه التعرجات موجودة ناحية مين؟ ناحية الجوينت كافيتي. ده اللي عايزكم تعرفوه ان الكبسول ما تعرفوش غير كده، ان هو بيتكون من اوتر فايبرس لاير والانر ساينوفيال لاير. عرفنا ان هو بيكون فيه بلاد فيزلز يعني فاسكولار، والتاني حاجه ان هو بيكون فيه فولدس وبيكون فيه فيلاي موجودين ناحيه مين؟ بيتجوا يا شباب ناحيه هذا الجوينت كافيتي. اتكلمنا كده عن الكبسول، يلا بقى عشان نتكلم عن الكافيتي نفسه، نتكلم عن يا شباب السائل اللي موجود معانا اللي هو الساينوفيال فلويد اللي بيطلع من الساينوفيال ميمبرين. بالنسبه يا شباب للنقطه بتاعه الجوينت كافيتي او عموما الساينوفيال ميمبرين، فهي يا شباب بتتكون من ايه؟ بتتكون من خلايا، بس الخلايا دي يا شباب مش ممسوكه بحاجه، الخلايا ديت مش مرتبطه ببيزمنت ميمبرين، ولكن هذه الخلايا زي ما انتم شايفين كده عايمه في الفراغ، عايمه جوه امورفس انترسيلولار ماتريكس زي ما انتم شايفين كده، تمام. طب الخلايا دي يا شباب بتتقسم الى ايه؟ بتتقسم الى تو لايرز. ده اللاير الاولاني بنسميه انتمال لاير، تمام، بيكون عباره عن سيلولار انتما. اما يا شباب اللاير اللي تحته من اسمه اهو بيكون صب، فبنسميه صب انتمال لاير، او ممكن نسميه فاسكولار سب انتما. يبقى دلوقتي احنا عندنا انتمال لاير وعندنا فاسكولار سب انتما. ركزوا معايا يا شباب، هنتكلم الاول عن الانتمال لاير. اللي هو موجود ده بيكون موجود فيه يا شباب؟ بيكون يا شباب عباره عن 1 إلى 4 لايرز من مين؟ من الساينوفيال سيلز، يعني الخلايا اللي موجوده جوه الساينوفيال ميمبرين، تمام؟ بيكون كام لاير؟ من 1 إلى 4 لايرز، تمام. هذه اللايرز يا شباب مقسمه كالتالي، حاجه بنسميها A سيلز، وحاجة بنسميها بي سيلز، وحاجة بنسميها يا شباب ولا هي ايه ولا هي بي،
ما لقوش لها اسم خاص بيها، فسموها لا هي ايه ولا هي بي. طب تعالى كلمني كده عن الاي سيلز، بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره يا شباب عن ماكروفاج، اما بالنسبه يا شباب للبي سيلز بتكون عباره عن فايبروبلاست. يبقى الاي سيلز عباره عن ماكروفاج، اما بالنسبه للبي سيلز بتكون عباره يا شباب عن ايه؟ بتكون عباره عن فايبروبلاست. اما بالنسبه للنون اي والنون بي بتاخد بعض المورفولوجيكال فيتشرز من اي سيلز ومن بي سيلز. كده يا شباب اتكلمنا عن مين؟ كده اتكلمنا عن الانتيمال لاير. اما بالنسبه للسب انتيمال لاير فده يا شباب عباره عن لوز كونكتيف تيشو. هذا اللوز كونكتيف تيشو بيكون فيه فاسكولار اليمنتس، تمام؟ يعني في حاجه زي بلاد فيزلز، في كابيلرز موجود معاها يا شباب، موجود معاها ماست سيلز، موجود معاها ماكروفاج، موجود معاها يا شباب الفات سيلز. اوكي ده يعتبر المنظر اللي موجود معانا. يبقى كده انا اتكلمت عن الاستراكشر بتاع الساينوفيال ميمبرين، وطبعا موجود هنا الجوينت كافيتي. اوكي تمام. طب تعالى كده كلمني عن الفانكشن بتاعتها. الفانكشن يا شباب هذا الساينوفيال ميمبرين من اسمه الفانكشن بتاعته ايه؟ الفانكشن بتاعته ان هو بينتج لي الساينوفيال فلويد. لما يكون في فلويد يا شباب موجود هنا، في فلويد موجود في الكافيتي دي او في الكافيتي دي، فده هيؤدي لايه؟ ده يا شباب يعتبر لابريكانت. يعني ايه لابريكانت؟ يعني ملين كده عشان التي ام جي يشتغل. لما يكون في حاجه صلبه وحاجه صلبه والاثنين بيحتكوا مع بعض، فده هيسبب ايه يا شباب؟ هيسبب اتريشن هنا، تمام؟ اما لما يكون في سائل ما بينهم، في زيت ما بينهم، في شحم ما بينهم، فده هو المطلوب اثباته. لازم يكون هنا الساينوفيال فلويد والذي يعمل كلابريكانت عشان دوره في اللابريكيشن. دي اول حاجه. وتاني حاجه يا شباب ساينوفيال فلويد، فلويد فيا شباب لازم يكون في المنطقه بتاعه التي ام جي ده، لازم يكون في المنطقه بتاعه هذا الجوينت موجود فلويد انفايرمنت. لازم يكون البيئه فلويد، مش حاجه صلبه، مش حاجه جافه داخل في حاجه جافه، ده مش مطلوب خالص. وطبعا يا شباب فلويد ساينوفيال فلويد واحنا بنقول هنا فاسكولار، فده يا شباب بيؤدي لايه؟ بيؤدي الى ان هيكون في نوتريشن، يعني مسؤول عن النوتريشن. يبقى كده يا شباب عرفنا اول وظيفه بالنسبه لهذا الساينوفيال ميمبرين ان هو بينتج الساينوفيال فلويد، وعرفنا اهميه الساينوفيال فلويد. تاني حاجه يا شباب احنا بنقول من ساعتها ماكروفاج وبنقول ماست سيلز، يبقى يا شباب بيكون ليه دور مناعي. يبقى هذا الساينوفيال ميمبرين بيكون فيه خلايا، وبرده هذه الخلايا بيكون ليها دور في المناعه عشان تحمي هذا التي ام جي من اي انفكشن ممكن يحدث. فهمنا الفكره يا شباب؟ انا كده اتكلمت عن كل حاجه متعلقه بالهيستولوجي بتاع هذا التي ام جي. يلا عشان نتكلم عن النقطه المهمه جدا 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 جدا، وهي نقطه الكلينيكال كونسيدريشن. يلا بينا يا دكاترة عشان نتكلم عن الكلينيكال كونسيدريشن، واللي قلت لكم مسبقا ان هو مهم جدا. احنا عندنا يا شباب 12 مصطلح هنتكلم عنهم. ياه 12 مصطلح كتير قوي، ولكن يا شباب اول اربعه في ال 12 دول هم المهمين، اما الثمانيه الاخر يا شباب مجرد بس عناوين هتعرفوها، هتعرفوا اسم المصطلح ده. لو حد حب مثلا يخش على جوجل ويشوف التعريف بتاع المصطلح ده ايه والصور بتاعته ايه، ما عنديش مشكله. بس هو المطلوب منكم كأساسي انكم تعرفهم الاربع عناوين الرئيسيه الاولى ونتكلم عنهم بالتفصيل، والثمانيه الاخرى يا شباب هتعرفوهم بس كاسماء لا غير. يلا عشان نتكلم عنهم يلا بينا. اول مصطلح معانا يا شباب بنسميه ايه؟ بنسميه الانكيلوسيس. الانكيلوسيس ده مصطلح مهم جدا جدا وبنقابله كتير عندنا في العياده. يعني ايه الانكيلوسيس؟ الانكيلوسيس يا شباب معناها حدث يونيون، يعني حدث اتحاد ما بين مين ومين؟ ما بين هذه الكوندايل وما بين هذه الجلينويد فصة، فبقوا الاثنين يا شباب يعتبروا ماسكين في بعض. مش كان عندنا هنا ديسك ودي اللي تقدر تتحرك ودي مش متصله بدي؟ دلوقتي يا شباب اللي حصل ايه؟ اللي حصل بدل ما كانوا الاثنين عاملين بالشكل ده بقوا عاملين بالشكل ده. فتخيل ان هذه الكوندايل ماسكه في الجلينويد فصة وحصل ما بينهم يونيون، تمام؟ حدث يونيون ما بين اثنين بون الكوندايل والجلينويد فصة، فنتج لي ما يسمى بالانكيلوسيس. فتخيل واحد دي ودي عنده ماسكين في الجلينويد فصة، الراجل ده هيقدر يفتح بقه؟ مستحيل يقدر يفتح بقه، يعني يا شباب بقه مقفول ومش قادر يفتحه، تمام؟ ده التعريف بتاع الانكيلوسيس. عرفنا معناها ايه؟ معناها يونيون. اول ما اشوف كلمة يونيون هعرف على طول هي ايه. تاني حاجة يا شباب ايه السبب بتاعها؟ السبب بتاعها حاجه من الاثنين، اما تروما واما انفكشن. وضح لي الكلام ده. بص يا شباب، واحد عنده تروما، خد تروما جامده، تمام؟ فالمنطقه دي حدث فيها اي مشكله، فالمفروض بيحدث هيلينج، فحدث هيلينج بزياده يا شباب لدرجه ان في بون اتكون ما بينهم، فحدث يونيون ما بين الاثنين دول. يبقى هيلينج حدث بطريقه خاطئه او باوفر بطريقه زياده، فنتج ليها ان الاثنين مسكوا في بعض، فنتج ما يسمى بالانكيلوسيس. نفس الفكره مع الانفكشن. يبقى هذا البيشنت بيشتكي من ايه؟ بيشتكي يا شباب ان هو عنده انابيليتي، مش قادر، مش قادر ايه؟ مش قادر يفتح بقه، اوبن هيز ماوس. هل هي ممكن تكون موجوده في جنب واحد بس ولا لازم في الاثنين؟ لا عادي، ممكن يكون الموضوع ده في جنب واحد، ممكن يكون الموضوع ده في الجنبين. اوكي ده التعريف بتاع الانكيلوسيس، وده كل حاجه متعلقه بالانكيلوسيس. بتقابلوها كتير في العياده؟ ايوه بتقابلوها، ولكن المصطلح اللي جاي بنقابله اكتر كمان من الانكيلوسيس. ايه هو المصطلح اللي جاي؟ المصطلح اللي جاي يا شباب بنسميه الديسلوكيشن، وده مهم جدا.
حدث ديسلوكيشن للكوندايل، يعني لسبب او لاخر الكوندايل يا شباب ده اهي طلعت بره لقدام، فلما تطلع لقدام يا شباب المستوى بتاعها، فده معناه ان البيشنت بقه مفتوح. البيشنت هذه المندبل طلع لقدام يا شباب، حصل لها ما يسمى بالديسلوكيشن، حصل للكوندايل ما يسمى بالديسلوكيشن، فالبيشنت الماوس بتاعه مفتوح هيجي لك مش قادر يقفل بقه، يبقى هي عكس دي الانكلوسز ان ابيليتي، مش قادر يفتح بقه، اما يا شباب الديسلوكيشن ان ابيليتي تو كلوز هيز ماوس تو كلوز، يبقى عكس اللي فوقها، حدث ديسلوكيشن لهذه الكوندايل فالمندبل طلعت لبره انتيريو شويه، تمام؟ ده التعريف بتاع ديسلوكيشن. حدث يا شباب ديسبليسمنت، يعني ما عدتش موجوده في المكان بتاعها، هذه الكوندايل حدث ليها ديسبليسمنت من ايه؟ من المنطقه بتاعتها المفروض تكون موجوده فيها، من الجلنود فصه، ممكن يا شباب يحدث ليها ديسبليسمنت انتيريولي وممكن يحدث بوستيرولي، يعني المندبل رجعت لورا كده، بس طبعا موضوع بوستيرولي ده نادر جدا جدا سورير، اما اللي بيحصل في اغلب الاحيان تلاقي بيشنت جاي لك وفاتح بقه كده تمام يا شباب ومش قادر يقفله، ليه؟ لان حدث ديسلوكيشن انتيريولي، تمام؟ عرفنا التعريف بتاعها؟ تمام. ديسبليسمنت للكوندايل، وزي ما قلنا يا شباب السبب بتاع الانكيلوسيس اما تروما واما انفكشن، برضه هنا في هذه الديسلوكيشن ليها سبب من ضمن الثلاث اسباب، ممكن يا شباب يكون هذه الارتيكولار ايمننس قصيره شورت، ممكن تكون يا شباب صغيره خالص سمول اند شورت، لدرجه ان هي مش قادره تمنع الانتيريو موفمنت بتاع هذه الكوندايل فنتج عن ذلك حدوث ديسلوكيشن. تاني كده لما يكون دي يا شباب موجوده بالشكل الكويس الطبيعي بتاعها فهي بتمنع هذه الكوندايل ان هي تطلع لقدام يحدث لها ديسلوكيشن، اما لما تكون دي قصيره يا شباب وسمول فبالتالي هذه الكوندايل بقى عندها الحريه ان هي يحدث ليها ديسلوكيشن ويحدث مشاكل. دي اول حاجه يا شباب، ده اول سبب ان الايمننس فيها مشكلة. طب تاني حاجة يا شباب، تاني حاجة ان بيكون الكبسولة ليجامنت اللي موجودة، الكبسولة ليجامنت اللي موجودة يا شباب بتكون ويك، كبسولة ليجامنت، كبسولة ليجامنت يا شباب اهميتها ايه؟ اهميتها ان هي تمنع هذه الكوندايل ان هي تطلع لقدام، ليه؟ لان اصلا هي يا شباب بتغطيها من بره كده، فما دام هي بتغطيها من بره لو هي ضعيفة، فالكوندايل هتتغلب عليها وهتتحرك لقدام، اما يا شباب لو هذه الكبسولة ليجامنت قوية سترونج هتيجي هذه الكوندايل تطلع لقدام، لا انت ليكي درجة معينة او حركة معينة او ديجري معينة تمشيها، اكتر من كده مش هينفع، تمام؟ يبقى دلوقتي يا شباب الكبسولة ليجامنت ليها دور. تالت حاجة لما يكون شخص عنده الماوس اوبننج بتاعته وايد شوية، يعني بيفتح بقه زيادة عن اللزوم شوية، رغم احنا عايزين الكلام ده في العيادة، بس طبعا احيانا ده بيعمل مشكلة لهذه الكوندايل، يعمل لها ديسلوكيشن، يعني يصعب عليك لما يجي لك بيشنت فتح بقه بحاجة صغيرة كده نار وكده، لا انت نفسك واحد يفتح لك الماوس بتاعه بحر عشان تقدر تشتغل براحتك ويريحك، بس برضه لما يكون عندنا وايد ماوس اوبننج ده يا شباب برضه يعتبر سبب من اسباب هذه الديسلوكيشن. فهمناها يا شباب تمام وعرفنا انواعها، ممكن يكون انتيريور ديسلوكيشن وممكن يكون بوستيريور ديسلوكيشن، والانتيريور طبعا هو الغالب اما البوستيريور بيكون رير. انا كده فهمت اهم المصطلحين عندي يا شباب، الانكلوسس والديسلوكيشن. تعالوا يلا على المصطلح اللي بعده. لحد دلوقتي يا شباب كل كلامنا عن الكوندايل سواء هنا في الانكلوسس او حتى في الديسلوكيشن، لسه ما اتكلمناش عن الديسك، رغم ان الديسك طبعا يا شباب احيانا لو في اي مشكله بيعمل مشاكل الدنيا. يعني يا شباب رقم ثلاثه ده مصطلح بنسميه الديسك ديسبليسمنت، وده مصطلح مهم جدا، كنا بنسميه الاول ديسك ديسلوكيشن ولكن قلنا عشان ما نلخبطش الطلبه خليناه ديسك ديسبليسمنت. يعني ايه ديسك ديسبليسمنت وهل ليها انواع؟ ايوه ليها انواع، في يا شباب ديسك ديسبليسمنت ويز ريدكشن وهنفهم يعني ايه دلوقتي، وفي ديسك ديسبليسمنت ولكن ويزاوت ريدكشن. يعني ايه الكلام ده؟ هنبدا الاول يا شباب كلامنا بالديسك ديسبليسمنت ويز ريدكشن واحده واحده كده وركزوا معايا. هنستعين يا شباب بالفيديو ده عشان نقدر نوضح الفكره، احنا هنتكلم عن الويز ريدكشن واللي ممكن نسميه الكليكنج جوينت. ليه سميته كليكنج جوينت؟ لان يا شباب في حاله حدوث ديسك ديسبليسمنت هذا الديسك حدث ليه يا شباب ديسبليسمنت ويز ريدكشن بينتج ليا يا شباب صوت كده بنسميه كليك. هتلاقوا كده منطقه الكوندايل يا شباب او المنطقه بتاعت التي ام جي عموما في صوت طقه كده بتحصل وانت بتفتح بقك او انت بتقفله. في ناس كتير عندها المشكله دي، تفتح بقك هتلاقي فيه طقه كده بتحصل، هتقفل بقك هتلاقي فيه
طقه كده بتحصل منين؟ من منطقه التي ام جي. تمام، ايه اللي بيحصل يا شباب؟ هنستعين بالفيديو ده، ركزوا معايا كده وشوفهم ايه اللي بيحصل. وانت بتفتح الماوس بتاعك المفروض يا شباب وانت بتفتح الماوس هذه الكوندايل اتجاهها بيبقى ايه؟ بيبقى بالشكل ده يا شباب، بينزل لتحت كده بيروح انتيرولي بالشكل ده. اوكي تمام، ده المنظر اللي بيحصل معانا. المفروض يا شباب هذه الديسك تنزل معاه، ولكن للاسف الشديد بيحصل العكس. لما الكوندايل بتتحرك لقدام اثناء فتح الماوس بيحدث يا شباب ان هذه الديسك بترجع لورا، بتتحرك بوستيرولي. تمام، اما يا شباب لما اجي اقفل الماوس يعني ايه اللي بيحصل للكوندايل؟ الكوندايل كانت موجوده هنا تمام وبقي مفتوح، دلوقتي انا عايز اقفله يعني هترجع للمستوى الطبيعي بتاعها. فالمفروض يا شباب ده الطبيعي، المفروض وانا بقفل الماوس الكوندايل بترجع لورا، وكمان معاها يا شباب المفروض الديسك ترجع لورا، ولكن برضو للاسف الشديد بيحدث العكس. هنا الكوندايل بترجع لورا ولكن هذه الديسك بتطلع لقدام. يبقى يا شباب هنا في الويز ريدكشن يحدث العكس. افتكروا جمله العكس دي، العكس ازاي؟ لو الكوندايل يا شباب طلعت لقدام الديسك هترجع لورا، والعكس لو الكوندايل رجع لورا الديسك بتطلع لقدام. هذا ما نسميه بالديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن. وهنا بنلاقي الصوت يا شباب بتاع التقطعت، بيحدث هنا تقطعه في منطقه التي ام جي. اوكي تمام، انا قصدي اعمل الصوت ده عشان في ناس مش متخيلها، في ناس بيكون عندها تقطع في التي ام جي وبيفتحوا الماوس بتاعهم او بيقفلوه، الموضوع بيكون صعب جدا يا شباب. بعد كده بالنسبه للديسك ديسبيسمنت ولكن وزاوت ريدكشن، ده هنا يا شباب اللي بيحصل كالتالي، ان الديسك ده هذا الكوندايل ما بيتزحلقش عليه، المفروض الكوندايل بيتزحلق على الديسك. تمام، سلايد اون ذا ديسك بيتزحلق عليه وهو بيفتح بقه، يعني الشخص بيفتح الماوس بتاعه يا شباب بيفتح الماوس بتاعه المفروض هذا الكوندايل بيتزحلق على الديسك، ولكن جينا هنا نبص يا شباب لقينا ان الديسك موجوده على طول انتيريور بالنسبه لمين؟ موجوده على طول انتيريور بالنسبه لهذا الكوندايل، يعني موجود قدام الكوندايل على طول. فالكوندايل يا شباب بيضغط على مكان المفروض ما يضغطش عليه، مش احنا عارفين ان المنطقه دي كده المنطقه دي بيكون يا شباب فاسكولار، بيكون فيها انرفيشن يعني بيكون فيها بلاد فيسلز وبيكون فيها نيرفز. تمام، انا بقول لك ان الديسك ده اتنقل قدام شويه، طلع لقدام، فهذا الكوندايل يا شباب هو بيتحرك لقدام عشان يفتح الماوس. تمام، هذا الكوندايل هيضغط على فين؟ هيضغط على المنطقه دي، فطبعا ده هيعمل مشكله، ممكن يعمل بليدنج في المنطقه دي، وممكن طبعا بيعمل بين شديد لانه بيضغط على البلاد فيسلز وفي نفس الوقت بيضغط على النرفس اللي موجوده هنا. ليه؟ لان هذا الديسك اتحرك لقدام، بقى موجود انتيريور بالنسبه لهذا الكوندايل، يعني الشكل مثلا بقى عامل كده. وطبعا يا شباب الفيديو موجود قدامكم اهو، هذا الكوندايل بيضغط على المنطقه اللي موجوده ورا من هذا الديسك. فهمنا الفكره؟ تمام، ده كل حاجه متعلقه بالديسك ديسبيسمنت. يلا يا شباب هسيب لكم الفيديو ده تتفرجوا عليه. الفيديو ده يا شباب بيوضح الديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن، عايزكم تركزوا جدا مع حركه الكوندايل وحركه الديسك المعاكسه ليها. اتفرجوا على الفيديو وبعد كده هندخل نتكلم عن النقطه الرابعه. النقطة الرابعة يا شباب بنسميها المايوفيشيال بين ديسفانكشن. يعني ايه ديسفانكشن؟ يعني الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها ما بتعملش الوظيفة اللي هي المفروض بتعملها. اوكي يا دكاترة؟ تمام. ديسفانكشن سيندروم. تاني كده مايوفيشيال يعني عضلات الوجه. حدث فيها يا شباب مشكلة خلت التي ام جي ما بيعملش الوظيفة بتاعته، يعني ايه برضو الكلام ده؟ عارف فاضي اهي يا شباب، حدوث ديسفانكشن لمين؟ للتي ام جي. طب انا ازاي عرفت ان التي ام جي ما بيعملش الوظيفة بتاعته؟ لان لقيت يا شباب ان في مشكلة في المسلز، وفي مشكلة في الاوبننج بتاع الماوس، وفي مشكلة يا شباب في الاصوات اللي بتطلع من هنا من عند التي ام جي. تاني كده، انا ازاي عرفت ان تي ام جي في ديسفانكشن يعني ما بيأديش الوظيفه بتاعته؟ لان لقيت يا شباب ان الماستيكاتوري مسلز تندمس، ولقيت يا شباب نارو ماوس اوبننج، وبرده يا شباب لقيت في ايه؟ لقيت في تي ام جي ساوندز، في اصوات اللي هي الطقطقه اللي احنا بنتكلم عليها. تاني كده يا شباب وضح لي الكلام ده، مش لازم يكون
كل المشاكل اللي ممكن تخلي اي بيشنت يجي للعياده يقول لي ان هو مثلا مش قادر يفتح بقه، او في اي مشكله عنده بيعاني منها، في اي اصوات هنا. مش لازم تتخيل على طول ان المشكله موجوده هنا في التي ام جي، ان مثلا الساينوفيال فلويد في مشكله، ان مثلا في ديسك ديسبيسمنت، ان مثلا في ديسلوكيشن. مش لازم تروح للنقطه دي، ما ممكن يا شباب يكون السبب في النقطه دي ان في مشكله في المسلز اوف ماستيكيشن، من عشان كده ممكن يكون المسلز فيها مشكله. فبالتالي يا شباب لو بيشنت شبه ده جه للعياده وعنده مشكله ان المسلز شاده شويه، تمام، بعمل ايه؟ بعطي له يا شباب مسل ريلاكسنت بتهدي المسل دي شويه، بتخليها تنبسط شويه عشان البيشنت ده يقدر يفتح الماوس، وبالتالي الطقطقه اللي كانت موجوده هنا هتقل. فهمتوا الفكره يا شباب؟ يبقى مش كل حاجه لازم تكون مشكله في التي ام جي نفسه، لا، ممكن تكون المسلز اوف ماستيكيشن نفسها هي اللي فيها مشكله. ليه؟ لان احيانا يا شباب بتلاقي واحد عنده ستريس شديد، واحد عنده شغل طول اليوم وعلى طول زعلان وفي مشاكل دايما، فالستريس ده يا شباب بيخلي المسلز اوف ماستيكيشن تشد، تعمل كونتراكشن على طول، فهنا ممكن يحصل مشاكل في التي ام جي. وكمان بتعمل مشاكل زي كلينشنج اللي احنا عارفينها، واحد بيكز على اسنانه على طول، بيقعد يكز على اسنانه وهو صاحي، وفي حاجه بنسميها البروكسيزم. البروكسيزم هو نايم يا شباب بيقعد يكز على اسنانه، ودول برده يا شباب سواء الكلينشنج او حتى البروكسيزم واللي هنتكلم عنهم دلوقتي بيعملوا برده مشاكل في انك بتحس هنا مشكله في منطقه التي ام جي، وفي ساونس، وفي برده يا شباب مش قادر انك تفتح الماوس بتاعك بالشكل السليم. وهنا يا شباب للاسف الشديد بتكون في الفيميلز اكتر من الميلز. ليه؟ لان يعتبر الفيميلز بيتعرضوا لستريس اكتر مننا، احنا ممكن تقول ان احنا ايه برده شويه باردين، يعني بناخد الموضوع مش على اعصابنا قوي، عكس الفيميلز بياخدوا كل حاجه على اعصابهم، ودي طبعا مشكله بتقابلوها. حاولوا يا شباب تاخدوا الامور ببساطه خالص، الدنيا مش مستاهله كده. يا شباب اكون اتكلمت عن النقطه الرابعه اللي هي المايوفيشال بين ديسفانكشن سيندروم. انا كده اتكلمت يعتبر عن الاربعه اللي كنت بكلمكم عليهم ان هم مهمين جدا ولازم نعرف جميع الديتيلز الخاصه بهم. بقى معانا يا شباب 8 عناوين، تعالوا نتكلم عن العناوين دي وننهي نقطه الكلينيكال كونسيدريشن. والعنوان الخامس اللي موجود معانا يا شباب بنسميه الريماتويد، الريماتويد ارثرايتس، يعني مناعه جسمك هي اللي بتهاجم المفاصل بتاع جسمك، اوكي؟ ده العنوان الخامس اللي موجود معانا، طبعا بيحدث هنا مشاكل في دي ام جي. العنوان السادس يا شباب ممكن انجريز او تروما، حادثه مثلا، واحد اخذ لوكوميه فبالتالي حدث مشكله هنا في الدي ام جي. العنوان السابع مثلا يا شباب لما يكون في بروكسيزم. العنوان الثامن يا شباب لما يكون في كلينشنج. العنوان التاسع يا شباب لما يكون في حاجه بنسميها ابليجيا. العنوان العاشر لما يكون في حاجه بنسميها هايبوبليجيا. العنوان ال11 لما يكون في حاجه بنسميها الهايبربليجيا. والعنوان ال12 يا شباب واللي بينتج من البروكسيزم واللي بينتج من الكلينشنج ان بيحدث ديس هارموني، في ديس هارموني حصلت ما بين الاسنان والتي ام جي. يعني يا شباب انا نتيجه لان عندي بروكسيزم او كلينشنج فالاوكلوزال دايمنشن بتاعي خرب، باظ، حدث نقص في الاوكلوزال دايمنشن، فبالتالي يا شباب ده هياثر على التي ام جي، فده بنسميه ديس هارموني بتوين التيث والتي ام جي. ممكن يا شباب نزود عنوان 13 وهو مين؟ وهو ان ديسك حدث فيه ما نسميه البرفوريشن. ممكن يا شباب يحدث ديسك برفوريشن، وبالتالي اكون كده خلصت كل حاجه متعلقه بهذه الكلينيكال كونسيدريشن. دلوقتي يا شباب لسه معانا 3 دقائق هنعرف فيهم ازاي حدث الديفلوبمنت، هنعرف بعدها مين النرف اللي بيغذي التي ام جي، هنعرف مين الارتري اللي بيغذي التي ام جي، وهنعرف الموفمنتس اللي احنا اصلا اوريدي عارفينهم. يلا شباب، شغل الامبريولوجي يا شباب هو اللي متعلق بالنقطه بتاعت الديفلوبمنت ازاي. يعني يا شباب لما اقول لكم متى بدا تكوين الديفلوبمنت بتاع هذا التي ام جي هتقوم قايلها على طول عند الاسبوع ال 12 داخل الرحم. الاسبوع ال 12 داخل الرحم، تمام. كيف بدات هذه العمليه؟ ده اللي محتاجكم بس تعرفوه. ازاي يا شباب بدا تكوين هذا التي ام جي؟ بدا يا شباب تكوين هذا التي ام جي من خلال ظهور حدث ابيرنس لتو ميزنكايمال كوندنسيشن. يعني يا شباب ميزنكايم هنا حدث لي كوندنسيشن، وميزنكايم هنا حدث لي كوندنسيشن يا شباب، وهنا تكونت هذا التي ام جي. مين هو هذا الميزنكايم كوندنسيشن؟ واحد يا شباب بنسميه كوندايلر بلاستما، وهو ده اللي بيظهر الاول. وواحد يا شباب بنسميه التمبورال بلاستما، وهو ده يا شباب اللي بيحصل له اوستيفيكيشن الاول. تاني كده دلوقتي هذا تي ام جي امتى بدا؟ عند الاسبوع ال 12. طب كيف بدا؟ ان يا شباب ظهر عندي اثنين ميزنكايمال كوندنسيشن، تكدس من الميزنكايم، واحد بنسميه كوندايلر بلاستما، وهو ده يا شباب اللي بيظهر الاول. اهو عين عشان تعرفهم ان هو اللي بيظهر الاول، وهنا يا شباب التمبرال بلاستما، وهو ده اللي بيحدث له اوستيفيكيشن الاول. فهمنا الفكره يا شباب؟ تمام. انا كده اتكلمت عن الديفلوبمنت، مش عايزكم تعرفوا اكتر من كده. بعد كده يا شباب بالنسبه للنرفيشن والارتيريا سبلاي ايه اللي بيحصل؟
بالنسبه يا شباب للانرفيشن، يعني النرف اللي بيغذي هذا التي ام جي، احنا عارفين في نرف رئيسي بنسميه الترايجيمينال نرف. الترايجيمينال نرف يا شباب منه برانش كبير اساسي بنسميه المانديبولر نرف. هذا المانديبولر نرف يا شباب بيعمل ايه؟ بيطلع منه برانش صغيره، في نوع من انواع البرانشز دي بنسميه الماسيتريك برانش، ماسيتريك برانش او في المانديبولر نرف او في الترايجيمينال نرف. تمام، يبقى اول واحد هو الماسيتريك، جاي من كلمه ماسيتر. تمام، ثاني واحد يا شباب بنسميه اوريكيلو تيمبورال برانش، اوريكيلو لودان تيمبورال اللي هو التيمبورال بون، اوريكيلو تيمبورال برانش. يبقى دلوقتي يا شباب اوريكيلو تيمبورال برانش وماسيتريك برانش او في المانديبولر برانش بتاع مين؟ بتاع الترايجيمينال نرف. اوكي، ده اللي عايزكم بس تعرفوه عن الانرفيشن. طب بالنسبه يا شباب للارتيريا سبلاي، الارتيريا سبلاي يا شباب اللي بيغذي التي ام جي ده هو الماكسيلري ارتري، بس ده اللي عايزكم تعرفوه، ما عادش غير نقطه واحده وهي الموفمنت. احنا عارفين ان احنا عندنا يا شباب نوعين من الحركه، اما الهنج موفمنت اللي هو روتيشن، يعني لما افتح الماوس بتاعي مثلا فتحه صغيره خالص يا شباب بيحدث روتيشن. تمام، اما يا شباب الحركه الثانيه بنسميها ترانزليشن. الروتيشن يا شباب مقتصره فقط على اللور كومبارتمنت او الانفيريور ساينوفيال كافيتي، اما اللور كومبارتمنت او الانفيريور ساينوفيال كافيتي. اما يا شباب الترانزليشن بيشتغل على مين؟ بيشتغل على السوبيريور ساينوفيال كافيتي او الابر كومبارتمنت. بس ده اللي عايزكم تعرفوه عن الموفمنت، وانتوا اصلا اوريدي عارفينه من الفيديو اللي فات. او كده يا شباب اكون خلصنا شابتر التي ام جي، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ما عادش غير شابترين بس، شابتر الماكسيلري ساينس والشابتر الاخير وهو الستيم سيلز. السلام عليكم يا شباب، اشوفكم الفيديو اللي جاي.